وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ منورين. السلام عليكم يا جماعه. ده كريس واللي حاطط ايده ده شكله يا جماعه. بنعمل النهارده دراف الجزء الثاني. طالبين الصغير كله دراف جديدين. والنهارده هنبدا بالدرجات. انا ما عادش الكاتشب حاطه في جيبي. النهارده هنبدا بخطه 4-3-3. ممكن نختار ماشي انجليزي. انتوا شايفيني بس بقى. انا كان من رايي نختار الانجليزي. الدوري الانجليزي عارف الانجليزي. سوري الاسباني. نشوف انا ممكن نغير. والله جبنا كوكب. انا جبت 3 عشان هو بتاعك. ينفعش يا حبيبي يا ادب. ايسي سبيرات يريد ان يعيطه. مش هنقدر من ايفرتون. خلينا ليه يعني ليه مش ايفرتون؟ عشان اللعيبه مش كتير. كشف ده طعمه وحش. انيستا يا جماعه احنا بنكت بنشوف ايه اللعيبه اللي هتنفع احسن. كيكو الو اليوتيوب ماشي. لا يا جماعه لا ده طفل متشرد عندنا. طيب قطه ده بيحب القطط. ايه يعني حاسب بقى. طيب يا جماعة ده من اسباني. كده بقى اختار بقى مش تعمل ايه بقى. استنى نختار في الاخر. نقسم في الاخر. نودع كابتن كوس. ده بوريه. ده بيقول باي. ده بيقول باي. الله خلاص. البلد اللي فوق ده مش هتطلع. لا من ارسنال. هو ده من توتنهام. ايسكو يا ريت. ايسكو علاش لا يديك وقال لهم بسمك جاي. انا لا عايزه. انا كنت اكلها. اختار اي واحد خلاص. لفت وينج. وات صوتك ادب. اهو تقدر رايت وينج. ماني وده سانشيز. ثانية واحدة. كنا عايزين ماني عشان هيبقى محمد صلاح معاه. بس كده هنطلع داني ده في سيرفا وخلاص. فين ابو صلاح؟ هجوم. ابو مكة مكرم. مش انا عايز ده جون يا راجل. ايوه بقى. يلا مفيش حد. الكاميرا مش عارفين نثبتها. مش عارف ليه انا جبت ستاند يا جماعه جديد. تاني جبت ستاند جديد محدش عارف الخبر ده. مش اول ايه الهبل ده؟ انت جبت بيه اصلا. مش انت جبت؟ انا جبت بس ما زعتش الناس يا جماعه. المشاهده تبقى احسن والكاميرات تبقى كلها. جبت ستاند سيلفي. جبت ستاند. لا ايوه هو بس حاجه في ستيك. انت عارف كده ما بتيجي. لا طبعا ما هو برضه كاميرا ما يحصلهاش حاجه. يبقى خلاص بكلمك. ممكن بعد الفيديو. ايوه ماركوس. تاني واحد. خد اي واحد. ما حدش ينزل. مش ينزل برضه عندنا. طيب يا جماعه رايس ثانيه كده ثانيه. لا ممكن ينزل. ماله هنا مكان كونتري. حلوة. طيب اهو. طب وري التكتيس برضو. كتب الواد معاك. طيب احط التاتش. تحب احط التاتش. وبعد المشقة بتاعت اللي انا كنت بدور قلت طبعا. دي هتعمل لي فيها نادر احمد. لازم تحس يعني المشقة. طيب يا جماعة هنبدأ دلوقتي الماتش.
بدون ذكر اسماء عمان. ليه يا عم هو يوتيوبر ده اصطاد 88 89 80 الله عدي فجر الله عندنا احسن مدافعين في الدنيا دي يلا نبدا اول ماتش لا قلت لا سانشيز وكانتي 3-0 ابيض و 3-0 ما فيش نكسب على فكره هي التشكيلة يعني هو زيد اللي كان فيها لو مين صح؟ مش عارف لو كسبنا هنفتح معاك الباكات حتى لو في زيادة هنفتحهم برضه ولو خسرنا برضه هنفتح لو في زيادة لا انا ما بفتحهمش اصلا يعني انا ما بفتح كل الباكات معاك خاين نفتح خاين لا خاين هكذا هوبا ده في السيد بقى قرر يحط الرابع كده يا جماعة معلش اللي كان بيحب القطط اللي كان قاعد ورانا بيعاكس بنتي دلوقتي هم عارفينه هم عارفين ليه كده يا يوسف تروح بين القطط على البنات ايه؟ كنت بتعمل القطط على البنات كنت بتعمل ايه بقى مع البنات؟ كنت باخد من القطط كان بيعاكس كل البنات باخد الكوتشي راجل بيقول للبنت بس يا حيوان ثلاثة يا نهار ابيض ده احنا تطورنا جوخته الصغيرة مش هوري لكم الكاميرا للأسف يا جماعة لعب على الفاينل فاينل راوند ايوه لا ماتش يا اختي يخرج حلولي هنخسر 3-1 يا اختي عارف انا مدريد لا ده طرد ده طرد ده طرد ده هو اللي عايز اروح يا جماعة ناخد ايه؟ يا عم بدي خدنا 5200 جنيه بس مش مقام اوه كله طب كلوز بقى اكزيت استنى واطلع بره تجيب باكس باكس 6 باكس هاي باكس يختي بص بقى السيلفر على البريميوم على الرير عايز تفتحهم كلهم 50 رير نبدأ من 81 انا بس انا بفتحهم وانا بس كريس هيبدا اول واحد افتح هلا يا عم يلا التوتش السحر بتاعك هوبا واحد كنت بسرع منهم الكوتشينه طبعا يا عم اسكت بقى هو ده كلاروف الله كلاروف ايه ولا كلاروف ده في واحد هنا كده بقايوكو هلا نلعب بالكاميرا متشخره الكاميرا استنى انا مصغرها لا صغرها للاخر عشان اسلم على الناس بسهوله بس ايه ده ايه لما ايه مش قلم بتزعل يا يوسف لا لا طبعا كنت رجل لا بزعل يعني دوري ميسي كاردي كاردي ده ولا كاردك انت بس في لعبه كيفر الجيك انا عايز ادوس انت عايز تبوس ادوس انا دوري مين اللي داس انا ولا انت؟ سلمتش على الكابتن اسمه جاك برضو هو لسه طالع لي دوري انا ادوس عشان بيس وخلص التاتش بتاع ماركا يا جماعه هحط التاتش بتاعي التاتش ايه ده؟ الله سلام عليكم يا عم خلاص بقى احنا عارفين على اوكي فني يا جماعه ماركا يا يوسف عرفني لا انا شغل على نفسي هو على بيبسي يا عم على بيبسي يا جماعه مارك يوسف يا جماعه يوسف ولد اسمه يوسف يوسف كان مزنوق ولد اسمه يوسف قال لي فك زنته في ايه وقع بيبسي على رجله فبعديها مارك عمل بيبسي من كتر الضحك ما كيف حصلت كده هو وقع بيبسي عليا طب نشوف حتى مارك انت اكيد مش قامت حتى هو مارك ده انت ولا باين لسه لو رجعته كده هيبقى يعمل لي كده ضرب على راسي بس انا مش راجل نفتح 81 انت القرف ده يا جماعه مارك امير بيقول اقول مارك امير بيقول قول ايه سابني ايه
انا مونش. طيب انا مونش ايه ده. نكمل بقى الباكس. نكمل بقى الباكس. ايه في ايه شقي بتموت انت في السوق يا جماعه. انت تفل. جابوا ايه ده. اندريا. اندريا اندريا دي بطاقه. بطاقه ايه؟ لقينا يا جماعه محفظه واحده. نفتح بقى الريم. لا لا انا لسه ما فتحتش واحد تمام. ايه انا الوحيد اللي لسه فتحت. انت فتحت واحد وانا ورم فتحتش. انت فتحت والدرق عليك برضه. انت فتحت برضه. طب دوري اللي جاي. ها اوبا سكوت سات. اوبا سكوت سات. ايه تعرف اصلا. اوبا سكوت سات من اول سات. وساس بين من اول دل علي. دل علي الهرام. فاضل اخر واحد. كلنا ايدينا مع بعض يا رجالة. ليه ماني ايه ايه ماتت ماني ايه مانيسي نزال ده كبيروني. طب نفتح الرير. هي مش هفتح 50 واحدة. طب نفتح 10 بس. طيب يا جماعة عشان انتم مش شايفينها نفتح 10 بس بكسر بتوع الرير والباقي بقى توص فيه. اغلبت من عرفة. طيب يا جماعة برضو مش كده ان حد عيدت. مارك لا يا جماعه ده انا مش ايوه ايوه كنتي حتى جيب ده في الجوال. يا جماعه اجروا عندي يلا. هي لون المحفظه وشكلها جميل. يلا ده احنا جيزه الشاب الطائف. طب يقع برضه. صادق خمسه. انا بتاع الخمسه. سرق 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 بالراحه. ايه بالراحه ويليام بالراحه. ما تدوس كتير هيعمل زوم. والله ما يا عم خلاص. ايه انا في موبايل الكلام ده. انا عندي التليفون. ايه هي تاتش واحد. ايه باين للناس الجمهور ان انت بتفتح. والله انا معروف يعني ان يجي حد عيد مش عارف. مش استرجع مكتب. ايه هي انت لينو. ايه هورد يا ابني. مش ورا بعض. مش ورا بعض خلاص. ايه حالة فاهتين. فضل اتنين. يوه عايزين نقعد بورك اوت. نلعب على النادي التاني. الفيديو يا عم تفعل التسكين يا جماعه. اهو ده كان الفيديو. عامل لكم الجزء الثالث في 2019 بقى. او ممكن نعمل لكم جزء تاني بس مش هيكون جزء ثالث هيكون حاجه تاني. يلا باي.